بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الطلاب الغاليين في أولى ثانوي، أهلا بيكم. ده الفيديو التاني لينا على قناتنا لمناهج سنة أولى ثانوي. عايز أتعرف كده زمايلك إن إحنا هنشرح إن شاء الله برضه مع بعضنا منهج تانية ثانوي، وطبعا شغالين في تالتة ثانوي، ده شيء أساسي على القناة. أول سؤال معانا بيقول The Ministry of Environment does its best to save animals all over the country. The Ministry يعني الوزارة يا شباب، of Environment يعني وزارة البيئة. بتبذل does its best يعني تبذل قصارى جهدها علشان تحمي الحيوانات الايه في كل انحاء العالم. طب المفروض ان انت كلمه dangerous يعني خطير، danger معناها الخطر نفسه، endangered معناها معرض للخطر اللي هو خطر الانقراض، و angered يعني اغضب، don't anger me يعني لا تغضبني. الطبيعي بيقول لك ان وزاره البيئه بتبذل قصارى جهدها علشان تنقذ الحيوانات المعرضه للخطر، يبقى الاجابه هنا نمبر سي. In the past في الماضي سيناء was not area. Area دي يعني منطقة. في الماضي سيناء كانت منطقة إيه؟ which consisted mainly of desert land. كانت أصلاً عبارة عن مجموعة من الأراضي الصحراوية. Isolated معناها معزول وبعيد. Close يعني قريب. Common يعني شائع وفيمس يعني مشهور. وبالتالي كانت سيناء دي عبارة عن أرض معزولة عبارة عن صحراء فقط. The president's speech، خد بالك وعامل لك الأبوستروف إس هنا عشان ده ملكية للرئيس. فحديث الرئيس made a great A on all that attended، عملت إيه كان لها إيه عظيم على كل الناس اللي حضروه. تعال نشوف act يعني يمثل، fact يعني حقيقة، react يعني رد فعل أو يرد في يعني يصدر رد فعلا، impact يعني تأثير ومعناها يؤثر. الكلمة دي عبارة عن verb وnoun. فلما نقول إن the speech of the president أو the president's speech made a great impact يعني كان له تأثير عظيم على الحضور. The government should punish any factory. الحكومة لابد انها تعاقب اي مصنع that pollutes بيلوث ال ايه يا ترى؟ Education اللي هو التعليم، station اللي هي المحطة، environment البيئة. لابد على الحكومة انها تعاقب اي مصنع بيلوث البيئة. طبعا hemisphere ده اسم طبقة من طبقات الارض. Building A have become very expensive. اصبح غاليا جدا. I need a lot of money to build a villa. محتاج فلوس كتير عشان ابني فيلا. يبقى الايه بتاعت البناء اصبحت غالية. Foods اللي هي اطعمة، materials اللي هي مواد، ولما نقول building materials مواد البناء زي الطوب والاسمنت، gases يعني غازات، وليكويدز يعني السوائل. كده خلصناهم. طب هتسالني يا مستر وانت بتحل الاسئله دي من اجابتها قدامك اهي، هقول لك احنا بنحلها عشان نحللها ونعرف معاني الكلمات الغريبه اللي فيها. تعالى ندخل على الجزء اللي بعد كده في الاسئله. بيقول لك we were a by mosquitoes. mosquitoes اللي هو الناموس يعني البعوض. Almost every night تقريبا كل ليلة during last summer في الصيف اللي فات. الناموس عمل فينا ايه يا ترى؟ fib يعني أطعم، أكل حد. absorbed يعني امتص. eaten يعني أكل، استفدت من كلمة eat. وbitten يعني تم عضه، يبقى الناموس بيقرصنا بيعضنا طول الصيف. He told me that I didn't do my job. هو أخبرني إن أنا لم أؤدي وظيفتي. إيه and I was very angry. I was very angry. وأنا كنت زعلان منه بالكلمتين الرخمين دول. possibly دي معناها من المحتمل. probable معناها محتمل او ممكن. properly معناها بشكل صح او بشكل مناسب. فالاجابه هو قال لي ان انا ما اديتش وظيفتي بشكل مناسب عشان كده انا كنت زعلان. عايزك تعرف بالك تاخد بالك ان كلمه properly دي بتساوي in a proper in a proper way بطريقه مناسبه. at least على الاقل 264 people died. على الاقل في 264 شخص ماتوا in one of the worst air a of all time في واحدة من أسوأ الاير ايه في العالم. تعال نشوف disasters اللي هي الكوارث، events اللي هي الأحداث، incidents اللي هي الأحداث البسيطة، benefits اللي معناها الفوائد. بيقول لك إن في 264 واحد ماتوا في أسوأ كارثة جوية في فترة الزمان الماضية كلها، يبقى disasters. عايز تعرف إن كلمة disaster دي disaster يعني كارثة، أكيد دي بتساوي كلمة catastrophe اللي هي برضو معناها كارثة. I was sad because my father refused to let me keep my dog at home. أنا كنت حزين لأن بابايا كان رافض إن هو يسيب الكلب الإيه بتاعي في البيت. Wild يعني بري، افترس يعني، bit اللي هو أليف، ولما تقولي bit dog يعني كلب أليف، الكلب اللي إحنا بنربيه في البيت. طيب طبعا free يعني حر أو مجاني، و gentle اللي هو أنيق. The police searched the passengers A for illegal things. البوليس بدأ يفتش في الإيه بتاعة الركاب عشان يطلع الأشياء الغير قانونية. Furniture دي معناها الأثاث. Information دي معناها معلومات. Identities اللي هي الهوية.
ولا لاجج اللي هي الامتعه. فطبعا البوليس بدا يفتش في الامتعه الخاصه بالركاب عشان يعرف الاشياء الغير قانونيه، يبقى اللاجج. وعايزك تعرف ان كلمه لاجج دي اسم لا يعد. يعني ايه اسم لا يعد؟ يعني نقول لاجج از دايما از، لازم تكون اسم مفرد دائما لان الاسماء لا تتعد دائما مفرد. طيب he decided to live after his wife's death، هو قرر ان يعيش ايه بعد وفاه زوجته. بص معايا، lonely معناها وحيدا، يشعر بالوحده. طيب كلمة loneliness معناها الوحدة نفسها. alone يعني وحده، يعني وحده من غير ما حد يكون عايش معاه دون أن يكون معه أحد. كلمة lone دي معناها منعزل، واحد مراته ماتت فهو قرر إن هو يعيش alone، يعني يعيش وحده دون أن يكون معه أحد. all actors try to keep their air life، كل الممثلين بيحاولوا إن هم يخلوا حياتهم الإيه بعيدة تماما عن الصحافة، أكيد their private life. يعني private life؟ يعني حياتهم الشخصية. طب ايه الفرق بين برايفت وسبيشال؟ سبيشال دي معناها خاصة لغرض معين، لكن كلمة برايفت معناها خاص، يعني حاجة ملكه هو. فلما اقول برايفت لايف يعني حياته هو، الحياة اللي هو بيمتلكها. لكن برايفت، لكن سبيشال كار مثلا يعني سيارة لغرض معين، يعني مثلا زي سيارة المعاقين، هي معمولة خصيصا للمعاقين فنقولها سبيشال كار. He bought a model of the Eiffel Tower as a note of his trip to Paris، هو اشترى نموذج لبرج ايفل كايه؟ لرحلته في باريس. اكيد تعالى نشوف، برايز يعني جائزه، ريورد يعني مكافاه او او منحه، بريزنت يعني هديه، وسوفينير يعني تذكار. يبقى هو اشترى نموذج لبرج ايفل علشان يكون بالنسبه له كتذكار يفتكر بيه المكان اللي هو راحه ده. at the border على الحدود، you will be asked about your a، هيتم سؤالك عن الايه، and how long you plan to stay، وكم المده اللي انت هتقعد. هيسألوك عن اللوكيشن اللي هو الموقع، ما هو انت معاهم في الحدود يبقى ده الموقع بتاعك. بوزيشن يعني مكانتك في المجتمع، ديستنيشن الوجهه يعني المكان اللي انت رايحه، والله سايت يعني موقع. اكيد هيسألوك انت رايح فين يا فندم، يبقى سألك عن ديستنيشن. شي لندن ايربورت ليت سو شي ميسد هير فلاي، هي مطار مطار لندن متأخر عشان كده فاتتها الرحله. تعال نشوف بقى، ريتش يعني يصل. تنفع ان احنا نستخدم كلمه ريتش؟ اكتب لك الكلام ده كده، كلمة reach يعني يصل، تيجي من غير حرف جر. طيب كلمة arrive، arrive دي بيجي بعدها حرف جر من الاثنين، يا إما at يا إما in. بنستخدم in لما تكون بتتكلم على بلد، لكن at لما بنتكلم على مبنى أو مكان صغير. عندك كلمة get بيجي بعدها حرف الجر تو دايما، ما عدا بنقول get home يعني يصل المنزل، get here يصل إلى هنا، get there يصل إلى هناك. طب وفقا للي احنا قلناه تحت ده كله كده يا شباب، عندك reach تنفع لأن reach لندن ايربورت تنفع. طيب arrive in، arrive in دي زي ما اتفقنا بيجي بعدها بلد، هو هنا ما قالكش مكان بقى، قالك لندن ايربورت يعني مطار لندن، فمطار لندن ده عباره عن مبنى فالمفروض نقول ايه، يبقى دي ما تنفعش. طب كلمه arrived زي ما اتفقنا لوحديها ما تنفعش، لازم نقول in او at. اذا الاجابه كده هتبقى رقم A فقط اللي صح. طيب بعد كده بقى ندخل على الاكسرسايز الاساسي. try not to eat too much A food، حاول ما تاكلش طعام A كثير. it's very tasty، هو طعمه حلو، but can cause you to feel uncomfortable، لانه هيجعلك تشعر ان انت مش مرتاح. spicy اللي هو الطعام الحار، healthy اللي هو الطعام الصحي، flavorless اللي هو عديم الطعم بلا نكهه، cool يعني جميل او لذيذ. فانا بقول لك حاول ما تاكلش كتير من الطعام الايه، اصل هو طعمه حلو لكن هيؤذيك، اللي هو spicy food. don't go near the cliff، ما تروحش جنب المنحدر الجبلي. it's او حافة المنحدر الجبلي، it's not a you may fall off the cliff، لانك انت ممكن تقع. هو ليس ايه فانت ممكن تقع، ليس سيف يعني ليس امنا، difficult صعب، easy سهل، harmful ضار. we should protect the a so that we can live in a clean world، لازم نحمي ايه بالظبط عشان نعيش في عالم نظيف. environment البيئة، اكيد هنحمي بيئتنا عشان نعيش في مكان نظيف. location يعني موقع. tourism اللي هي السياحة. destination اللي هي الوجهة، المكان اللي حضرتك رايحه. fingerprints اللي هي البصمات اليد. are not to everyone، no people are similar to each other، مفيش حد شكل التاني. معنى كده ان بصمات اليد دي فريدة مميزة عن الاخرين يبقى اسمها يونيك. امال scarce دي، scarce دي معناها نادر، زيها بالظبط زي كلمة rare اللي معناها نادر. terrible يعني سيء او فظيع. during my first month abroad، اثناء اول شهر انا قضيته بره البلد. I felt terribly as I lived alone، انا كنت عايش لوحدي فحسيت ان انا فعلا isolated يعني منعزل، فطبعا الموضوع كان صعب. he was not out of the bridge rail watching the boats go by، هو كان ايه من الكوبري وبيتفرج على
المراكب اللي ماشيه اكيد كان منحني على الكوبري، يبقى ليننج منحنيا. سويل انت عارف تاخد حرف الجر اب، وسويل اب يتورم. ذا فوت بولرز انكل، الكاحل يعني رجله يعني، هاز اوريدي ستارتد تو نوت اب، بدا يحصل لها ايه؟ از هي ووز، لان هو اتخبط في واحد من الاخر من اللاعبين الاخرين، اكيد ستارتد سويل اب. لسه حالا بنحكي على سويل اب دي اهي، معناها بدات تتورم. There was no shortage of building. ليس هناك نقص في البيلدينج ايه، زي مثلا الماربل اللي هو الرخام والحجاره والحجاره والزلط وكده، يبقى اسمها building elements، building materials sorry. Building materials اللي هي مواد البناء. طيب contents مكونات او عناصر، elements برضه مكونات او عناصر، items اللي هي عناصر برضه. Maryam placed her name on the list of not as she likes working for charities. خد بالك بتحب تشتغل في التشاريتيز، المنظمات الخيريه، يبقى هي حاطط اسمها على قائمه الفولنتيرز المتطوعين. The panda and the white lion، الباندا الدب والاسد الابيض، are animals، حيوانات ايه؟ they are about to die، على وشك انها تنقرض، يبقى حيوانات دي معرضه للخطر، يبقى endangered. طيب بعد كده بيقول لك no one can deny that، محدش يقدر ينكر ابدا ان does the least harm، بلها اقل ضرر to the environment، للبيئه، بتضر البيئه اقل ضرر. جيولوجي الجيولوجيا، بيولوجي علم الاحياء، وايلد لايف حياه بريه، ولا ايكو توريزم ايكو توريزم اقل ضرر بيحصل للبيئه في الايكو توريزم، يعني السياحه البيئيه، يعني السياحه المحافظه على البيئه. is someone who works to protect animals، الشخص اللي بيشتغل في حمايه الحيوانات والنباتات، او to protect old buildings، او يحمي المباني القديمه. تعال نشوف ده مين بالظبط. الشخص اللي بيعمل كده هو الشخص المحافظ، حتى قال لك بروتكت يعني بيحمي، فده شخص محافظ اسمه conservationist. The explorers spent the day through the forest and over mountains، المستكشفين قضوا اليوم كله ان هم يعملوا ايه في الصحراء والجبال. race يتسابق، develop يطور، trick يعني يرتجل يعني ماشي على رجله، ودايف يعني يغوص او يغطس، طبعا ده عايزه ميه. The not of technology on the new system of education is very clear nowadays، الايه بتاع التكنولوجيا على النظام التعليمي الجديد واضح. The impact يعني ايه impact؟ يعني تأثير. وعايزك تعرف كده ان كلمة impact يعني تأثير بتساوي كلمة effect بالاي، يعني تأثير برضو بتساوي كلمة influence، يعني تأثير. التلات كلمات دول معناهم تأثير. We were late getting to the airport، احنا كنا متأخرين في الوصول للمطار. But our flight was delayed، ولكن رحلتنا تم تأخيرها. بص احنا كنا متأخرين، لكن لحسن الحظ، لحسن الحظ الرحلة أصلا اتأخرت، الرحلة تم تأجيلها. unfortunately دي معناها لسوء الحظ. unlikely يعني غير محتمل. fortunately لحسن الحظ. unluckily لسوء الحظ. أنت بتقول لي إحنا اتأخرنا أصلا والعربية اتعطلت في الطريق، بس لحسن حظنا رحنا لقينا الرحلة أصلا اتلغت أو اتأخرت. is a reptile that lives mainly in water، عبارة عن واحدة من الزواحف اللي بتعيش دايما في المية. and has soft body، ولها جسم ناعم مغطى بالهارد شيل، بالاصداف اللي هي الصلبه شويه. دي مين بقى؟ اورنجوتان ده اللي هو حيوان الغابه، حيوان الغابه. الدراجون ده اللي هو التنين، تيرتل اللي هي السلحفاه، سنيك اللي هو الثعبان. مين في دول؟ عباره عن واحده من الزواحف اللي بتعيش في الميه، يبقى مش الثعبان. وطبعا الدراجون من الطيور بيطير، والاورنجوتان ده حيوان الغابه بيعيش في الصحراء في الغابات، يبقى انت بتتكلم على التيرتل. طب 17 The government should do more efforts to promote a agriculture، الوزاره الحكومه لازم تبذل جهود اكتر عشان ترقي من او ترفع من شان الزراعه الايه يا ترى؟ limited المحدده، sustainable المستدامه، يعني ايه مستدامه؟ يعني كل ما نزرع محصول ونشيله ويجي مكانه تاني. وطبعا internal معناها داخلي. As soon as she saw her father in the airport، بمجرد ما شافت باباها في المطار. She knocked her suitcases and ran towards him، عملت ايه في الشنطه وجريت عليه، اكيد رمتها اسقطتها. كلمه دروب معناها يرمي او يسقط، يوقع شيئا على الارض. فيل معناها وقع، لو انت ماشي في الشارع واتكعبلت فتقول اي فيل، طب لو انت وقعت الموبايل فتقول اي دروب ذا موبايل. فيلت الماضي من كلمه فيل يعني يملا، فدي معناها ملأ. طب دريب معناها يقطر، وطبعا دي الماضي منها. The children were a when their picnic was cancelled، الأطفال لما الرحلة بتاعتهم cancelled ألغيت، وبيكنيك معناها نزهة اللي هي المشي بالليل نتفسح يعني. Because of the bad weather، بسبب الطقس السيء، الأطفال كانوا إيه؟ لأن الرحلة اتلغت، أكيد كانوا annoyed يعني زعلانين، alone يعني وحده،
glad يعني سعيد و hungry جائع. She has a degree in A as she likes studying living things. بتحب تدرس الأشياء الحية. يبقى لحد بيدرس الأحياء اللي هي اسمها بيولوجي، علم الأحياء. طيب بعد كده بقى أسئلة على expressions والإيديومز والحاجات دي. رامي let me introduce you the manager. دعني أقدمك إلى المدير. يبقى تو. One of the many advantages مميزات اسمها advantages of وعيوب اسمها disadvantages of. يبقى أنت هتقول هنا of. I was climbing to the top of the hill when the wind blew my hat. أنا كنت ماشي طالع قمة الجبل لما الرياح عصفت طيرت القبعة اسمها blow of. عايزك تعرف إن كلمة blow of دي معناها إن الرياح تعصف بشيء معين تطيره. لو أنت كشكولك محط كده والهواء طيره فتقول إن الرياح blow of أو blow of your notebook. He tried to not a train to Alexandria to attend the conference. هو حاول إن هو يلحق بالقطار اللي رايح اسكندرية عشان يحضر المؤتمر. كلمة يلحق يعني كاتش، عكسها بقى مس يعني يفوته. طب كلمة رايد يعني يركب الدراجة وهكذا. جيت اوف معناها ينزل. طيب بعد كده ماي فاذر اسكت مي تو نوت شور. بابايا طلب مني ان اتاكد. بص كلمة اتاكد اسمها ميك بي شور اتاكد او ميك شور. فانت هنا كاتب لي شور فمحتاج ميك ادي ميك. سايكلينج اللي هو ركوب الدراجات is a very not friendly sport. I like it very much. بص انت حافظ مصطلح اسمه environmentally friendly sport بمعنى معناها صديق للبيئة، يعني صديق للبيئة يعني ركوب الدراجات ده ما بيضرش البيئة. Be careful خد بالك. The forest is full of giant snakes. الغابة دي مليانة بالجاينت سنيكس. جاينت يعني عملاق. وعايزك تعرف ان كلمة جاينت يا شاطر ثانوية عامة بتساوي كلمة جي جان تك بتساوي كلمة كو لو زل بتساوي كلمة هيوج بتساوي كلمة اسمها تري من دس بتساوي كمان كلمة ماسيف. الكلمات دي كلها كده بمعنى عملاق او ضخم. فانت بتقول لي بقى كلمة جاينت هنا بتساوي مين ومين؟ هو طبعا انت عايز اجابتين فهتساوي كلمة جيجانتك وبتساوي كلمة كلوزل. ادي جيجانتك اهي وادي كلوزل اهي. امال سمول صغير ومنيوت دقيق او صغير وتايني صغير فهم كده بيساوي بعض. The teacher intended to help students avoid common mistakes. المدرس كان دايما بيساعدنا الطلبة ان هم يتجنبوا الاخطاء الشائعة. عكس كلمة avoid يتجنب. avoid يعني يتجنب. عكسها يا ترى. seek deliver طبعا seek يعني يرغب فيه او يسعى له. deliver يعني يوصل. face يعني يواجه. depart يعني يبعد. decrease يعني يقلل منه. تعال نشوف بقى هو عايز عكس كلمة يتجنب اكيد عكسها يرغب فيه او يواجه. تمام يبقى رقم A and C. It was a unique achievement. كان إنجازا فريدا. As no one has ever won the championship five times before. محدش فاز بالبطولة خمس مرات مرة واحدة. كلمة unique دي السينم بتاعها يعني. يعني إيه سينم؟ يعني الكلمة اللي بنفس المعنى. حاجة المميزة معناها إن هي close قريب. normal عادي ولا exceptional استثنائي و special خاص أكيد الاتنين دول. The helicopter crashed in remote desert area. The antonyms of the word عكس كلمة remote. remote يعني بعيد عكسها قريب. يبقى close يعني قريب ونير يعني قريب. وبكده يا شباب نكون خلصنا الـ30 جملة دول والأسئلة اللي على كلمات البورت A كاملة. في الفيديو التاني إن شاء الله رب العالمين انتظرونا نحل مع بعض القواعد. في فيديو هينزل بعد الأول هيضاف لقائمة التشغيل هتلاقيه في شرح قاعدة الماضي البسيط وقاعدة الماضي المستمر. بعد ما تسمع فيديو الشرح ده تعالى بقى زي الشاطر على الفيديو رقم 3 اللي هتلاقي فيه حل التمارين دي، التمارين اللي هي الخاصة بالجرامر. هنخلص كل أسئلة الجرامر كلها في فيديو وما هنخلص بعدها برضو الاكسرسايز دي كلها وهنخلص الجنرال اكسرسايز اللي على الوحدة اللي على الجزء الأولاني لحد ما نوصل لصفحة إن شاء الله رب العالمين 36. يعني أنت حضرتك كده سمعت الفيديو الأولاني اللي هو تحليل الكلمات وسمعت الفيديو الثاني اللي هو حل أسئلة الكلمات وسمعت الفيديو الثالث اللي هو فيديو القاعدة القواعد شرح القواعد وبعدين الفيديو الرابع اللي هو الخاص بحل أسئلة القواعد كاملة. يبقى انت كده معاك 4 فيديوهات في الجزء الاولاني. الجزء الثاني هيكون عبارة عن فيديو واحد او 2 بالكثير بحيث نكون غطينا الوحدة بشكل مفصل. انا اتمنى قبل ما تمشي اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو وعرف زمالك على القناة لانك لما تعرف الناس على القناة فلاقي مشاهدات اكتر فاتحفز فكمل المنهج واشتغل معاكم بقى تريكات ثانوية عامة وكده. واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.